أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. تطيب الإنسان عبر تاريخه بأنواع وطرق مختلفة من العطور، وذلك سعيا منه لأن يبدو بأبهى وأجمل حلة. ولعل تاريخ العطور وتطوره من أهم المواضيع اللي يجب أن نقف عليها في فقرة أصل الحكاية. معانا حاليا في الاستديو الأستاذ أنس إبراهيم محمود، صاحب سالي لتجارة العطور. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير استاذ انس. صباح الخير، الله يبارك فيك. مرحبا بك في صباح الشارقه. اهلا وسهلا فيك. خلينا نتكلم بشكل بسيط عن بدايه العطور او فكره استخدام الانسان للعطور. اول شيء العطور اكتشفوها باول عطر استكشف بجزيره قبرص من 4000 سنه. ومن بعدها كان للعرب دور اساسي بتطور هالصناعه هذا. نعم. من عن طريق الزهور واستخراج ماء الزهر من تاج الزهور. نعم. ومن بعدها تطور وصار العلماء يشاركوا بالموضوع ده ويستخدموا، من ضمنهم ابن سينا اللي استخدم الماء الورد وسموه بالتقطير، وتطورت بعد على مدارس. جميل. يعني اليوم يعني ما شاء الله عالم العطور وتجارة العطور شيء يعني ما في بيت او ما في شخص الا وعنده استخدام كل الناس يستخدم عطر من العطورات. بالضبط. اليوم في يعني الخلط هذا ما بين العطورات، يعني اليوم ما شاء الله يعني بالمئات الالاف الموجوده العطورات، كيف نقدر اليوم يعني نميز بين العطر؟ يعني فعلا انا كشخص هل بامكاني ان اختار عطر يناسبني انا؟ قد ممكن انا اشم مثلا رائحه معينه في صديق عند صديق معين، لكن لما انا اتعطر بهذا العطر فاشم ريحته تروح بسرعه، او انا ما يعني اول شيء بشكل عام. نعم. العطر بين شخص وشخص بيفرق، يعني اذا انا استخدمت عطر وانت نفس الشيء عطر رجالي افرازات ونوع الجسم بيطلع عليك شيء وبيطلع علي شيء. ثانيا العطر انت لما بتستخدمه الانف بياخذ عليه، فانت بضل فواح هو. نعم. في كثير عالم مثلا بتفكر انه العطر اذا كان اصلي بيدوم اكثر. نعم. وهي لها علاقه بالانجريدينتس ما خاصه. نعم. يعني في عطورات ماركات وغاليات وكثير بتكون مشهوره، فبتكون الانجريدينتس تبع العطر المكونات تبع العطر بتكون خفيفه هن عاملينها. نعم. لانك انت عندك تتراوح العطور من عده فئات، بتبلش من بارفيوم اللي هي الانتنس الاعلى شيء للتركيز. نعم. اللي هو الزيت بركزه اكثر شيء لانه احسب المكونات. نعم. في بعد اودو بارفيوم بيجي نوعا ما اخف. نعم. في اودو تواليت، في اودو كولون اللي بيستخدموه حتى بنسميه كولونيا. كولونيا. نعم. نعم. جميل. استاذ انس لو رجعنا شوي لموضوع العطور وتاريخها وما شابه، يعني في مقوله او في بعض الاخبار متداوله ان بعض الناس مثلا استخدمت العطور مثلا في قرون او في عصور معينه لان مثلا ما كان عندهم وقت مثلا للاستحمام، او مثلا ما يفضلون الاستحمام، فهل يعني من سبب وجود العطور ان الشخص مثلا هي هذه المقوله انشرت بزمن لويس الخامس عشر بفرنسا لما كان عنده من هوايته حتى يعطر كل الاماكن وكل شيء بحواليه، من هناك احتكروا الفرنسيين بهالموضوع ده من هذاك الوقت، لانه كان عنده مثل هوس يعطر الكنب، يعطر البيت، يعطر كل شيء، يعطر الاجواء، يعطر نفسه، يستحم. فمن هذيك الايام نوعا ما احتكرت مثل ما بتقول اي عطر اذا كان ميد ان فرانس. نعم صحيح. معناها هو نعم يعني عفوا اخوي محمد. نعم نعم اخونا محمد ثناء يسال يعني اليوم اقوى مصادر صناعه العطور في اي دوله تقريبا موجوده؟ فرنسا. فرنسا كانت ولا زالت؟ كانت ولا زالت، ولا زالت. كانت اول من استخدمها العرب، اللي هم العرب اللي هم اللي نشروها مثل ما قلت لك من استخدام من ماء الزهر. نعم. من 1300 سنه. نعم. ومن بعدها العالم ابن سينا هو اللي استخدم التقطير، سموه. نعم. التقطير من ماء الورد. نعم. ومن بعدها انتشرت بالعالم. تمام. لو تكلمنا عن مصادر يعني شو اهم الزهور او النباتات اللي احنا نستخلص منها العطور؟ العطور تستخرج مو بس من النباتات والزهور، تستخرج من الزهور ومثلها الياسمين، زهر الليمون، البنفسج وما شابه، وبعد كمان في من العنبر والمسك وخشب الصندل وكل هدول. فالعطور بتنمزج حسب مثل ما بيقولوا الخبراء في كل ماركه عندهم نوز اسمه هو. نعم. اللي بيختار العطور بيعرف كيف يمزج المكونات بين الزهرة وبين الصندل بين العنبر بين المسك لتطلع الريحة الخاصة بالماركة،
وبتتميز. نعم، على حسب ذوق الشخص يعني. بالضبط. في أشخاص اليوم في عطور عربية وفي عطور خلينا نقول فرنسية يعني. أوكي. هذه اللي موجودة. وصار في اليوم خلط ما بين مثل ما تفضلت المزيج بين العطور العربية والعطور الفرنسية واستخلاص منها يعني، خاصة احنا كدولة الإمارات يعني دائما يعني يمكن معظم الناس تميل على العطور العربية، دهن العود والعنبر ومثلا من هذه، لكن اليوم استخدامنا أو استخدام شركات هذه في مزيج من العطور الفرنسية زائد العربية يطلع مثلا ريحة العود مثلا. لكن يعني السوق، هل السوق رائج مثلا في هذه المسألة وأن فعلا تأثر على العطور العربية بشكل أول شيء؟ الإمارات كانت سبب رئيسي بتوجه الماركات العالمية لاستخدام الروائح اللي بهالبلد هذا اللي مثل ما قلت العنبر والعود. دليل على هيك أنه في ماركات العالمية الكبيرة المشهورة بدون ذكر أسماء اللي هي حاليا إذا بتلاقي مثلا ماركة فرنسية، صناعة فرنسية، كل شيء فرنسي كاتب لك عنبر، صحيح كاتب لك حتى اضطر بعض المر أو عود. نعم. وسموها بالإنجليزي المعرب مثل ما بيقولوا. نعم. كيف كتبوها عود أو يودي. نعم. وبعض الماركات حتى اختارت حتى تكتب على الباكج تبعها حتى بفرنسا بالعربي بدون ذكر. نعم. فسبب مثل ما بقولوا العصر الحديث اللي هو هون، الإمارات كان لها دور كتير لأنه في كتير ناس هون بالإمارات هم ذواقين بحيث أنه هم اخترعوا خلطات معينة. صحيح. وما زال في ناس لحد اليوم أنا بعرف بيقول لك أنا عندي خلطات، بعمل خلطات بحالي. نعم. جميل. أستاذ أنس، لو تكلمنا عن موضوع يمكن موضوع اختلاف العطور، مثلا عطور مخصصة للنساء عطور مخصصة للرجال، هل يعني هذا الشيء كان قديم يعني من السابق يعني تداولنا، ولا الحين مع هذا التطور مع اكتشاف مجموعة من الروائح، مع اكتشاف مجموعة من التفاعلات الكيماوية الموجودة ما بين العطور أو المواد تمزج فيها العطور صار هذا الشيء، ولا كان هذا الشيء قديم؟ نوعا ما كان قديم بالنسبة للرجال، لأ مثل ما سمينا ذكرنا أول شيء أنه في شيء اسمه الكولونيا استخدموا الحلاقين من زمان، سموا الكولونيا اللي هو زهر الليمون. إذا بتلاحظي أغرب العطورات الرجالية بكون فيها حمضيات. صحيح. صحيح. هذا اللي بيميز بس عن النساء. بس العود، العنبر، المسك، هذا يستخدم لكل الفئات. لكل الفئات. اليوم كيف نقدر نميز إذا كان العطر هذا كان مثلا، الحين السوق ما شاء الله فيه التقليدي وفيه اللي هو التجاري والأصلي. التجاري والأصلي. كيف نقدر نميز ما بينهم؟ يعني هل من الاسم، الأسماء تتشابه الحين ما شاء بالضبط. الله، وحتى الشكل حتى تقريبا في تشابه كبير يعني. أول ما كان الثقة من المكان اللي عم تشتري منه. نعم. هذا أول شيء. نعم. لأن أنت إذا بتتعامل مع محل معين أو بتتعامل غير مع أحيان في بائعين تجواليين مثلاً بيجي بيعرض عليك، هذا بتفرق مثلاً. نعم. صحيح. صحيح. يعني أنت ما بتعرف كيف معبأ، بس أنت لما بتتعامل مع محل معين فهذا كمان بيهمه. نعم. بغض النظر إذا كان بمول أو برا مول. نعم. فالمحل كمان عنده المصداقية مثل. صحيح. أنا عندي بالمحل مثلاً أنه لازم الزبون لما يجي من السياسة أنه يرجع. صحيح. فلازم يكون العطر بيناسب اكيد. نعم. من المكونات والماركات اللي موجوده لا تضر وينبسط فيها. نعم. اول مكان المصدر. نعم. ثاني شيء نوعيه العطر قصدك انه انت كيف بدي اميزه انا مثلا. نعم. هذا صعب يتميز لما بعدين ببين معك العطر اللي بيكون الزيت اذا بتمسح احيانا مثل ما بنقول نحن بدبق ممكن يلزق شوي. ايوه. نعم. فانت يعني ببين معك احيانا الريحه بس بالنهايه. نعم. اول على اخر المصدر، الحمد لله نحن بهالبلد. نعم. كل شيء محفوظ. نعم. وين ما رحت بشارع او بمول. نعم. جميل. استاذ انس، لو تكلمنا عن موضوع طريقه حفظ وتخزين العطور، مثلا لاحظ في بعض الناس يحطون العطور في الثلاجه يقولون ريحه يعني تثبت اكثر، في ناس يفضلون يحطون العطور مثلا في السياره، فهل هذا ياثر مثلا على جوده العطر، مكوناته، ثبات العطر؟ الثبات ما له علاقه. وبكل الاحوال الحراره انت بتعرفي بتاثر. نعم. على العطر، على السياره، على بني ادم، على كل شيء. العطر انت اول ما بتاخذي العطر اذا بتلاحظي اول ما تضغطي ضغطه ضغطتين تلاقيه هواء. هي. نعم. لما الضغطه الثالثه بيطلع العطر. صحيح. اوكي. نعم. هون بهالطريقه هذا بيكون هذا مضغوط. انت باي شغله بتستخدميها بهذا بعد 12 شهر مثلا بتبين لما بيصير بنمزج مع الهواء ممكن يوصل لما بيكتب لك بعدين بالقفه بالكرتون على الباكج. نعم. بعد الفتح بعد الاستخدام خلال 12 شهر او 24 شهر. نعم.
بس انه باللي يطول بالبراد هو يفضل يكون بالكان البارد بس نعم. انه يتحط بالبراد ما نعم. لها نعم. فرضا اليوم انا عندي مجموعه عطور ما فتحتها حتى من الصندوق نفسه ما فيها. هذا ما ياثر عليه هذا هو السبب اللي قلت لك عليه لانك بعد اذا بارد نعم. بتفتحها اول ضغطه ضغطين بالضبط. بعد الهواء مضغوط فيها بالضبط بعد ما دخلها الهواء نعم. يعني اليوم كيف يعني شو اللي يميز العطر يعني شوف أسعار مختلفة يعني لكن جودة العطر شو اللي يميز بين العطر الزيت لما بيكون قلت لك بنرجع للمكونات للأسانس يعني للزيت لما الزيت بيكون أساسي وبيكون من مستخلص من بطريقة نقية والبراند نيم مثل ما بنقول يعني البراند بيهمه كمان يعني وأي مكان بيهمه أنه يستخرج ويبيع شيء لطويل الأمد يعني يعني الماركات الكبيرة العالمية والماركات المحلية يعني العالم تشتغل على شغل طول الأمد ما بيشتغل على اليوم على دفعة من العطور ومن بعد فالزيت هو المكونات هو الزيت الأساسي لأن الكحول وهذا التركيب بالضبط جميل جدا أستاذ أنس إبراهيم محمود شكرا على هذه المعلومات حول العطور وتاريخ العطور وبعض المعلومات اللطيفة حول العطور طبعا مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم ننتظركم إن شاء الله في حلقات مقبلة من صباح الشارقة مع مواضيع مختلفة ومنوعة أترككم في أمان الله ومع السلامة إذن مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي أخوكم جمال السميطي وعلى أمل إن شاء الله نلتقي فيكم غدا صباحا في حلقة جديدة وضيوف متميزين أيضا إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفي حفظ الرحمن